بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي الطلبة، أرحب بكم في مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الأدبي. بإذن الله تعالى سوف نبدأ بأول درس عرضه، وهو القياس. قبل ما نبدأ في عرض أو شرح طبيعة القياس، القياس طبعا هو نوع من أنواع الاستدلال الغير المباشر. فالاستدلال ينقسم إلى نوعان: استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. الاستدلال المباشر يدرس تحت منه تقابل القضايا وعكس القضايا. أما النوع الثاني من الاستدلال هو الاستدلال الغير مباشر، وهو يسمى القياس. القياس هو من أهم أنواع الاستدلال الغير المباشر. يقصد بغير مباشر أي يتم عن طريق واسطة أو رابطة تربط بين المقدمات. وننتقل في القياس من الحكم على الكلي إلى الحكم على الجزئي، سواء إن كان بالإيجاب أو بالسلب. الاستدلال الغير المباشر يعتبر من العصور القديمة، وظل حتى نهاية العصر الوسيط. الفرق بين الاستدلال المباشر والاستدلال الغير المباشر: الاستدلال المباشر هو الذي نستنتج فيه صدق أو كذب قضية من افتراض صدق أو كذب قضية أخرى. أما الاستدلال القياسي الغير المباشر، أي قلنا بواسطة، هو عملية استنتاج نتيجة من مقدمتين بينهما واسطة تربطهما، والتسليم بصدق المقدمتين يلزم التسليم بصدق النتيجة. لكن ما قلنا ننتقل في القياس من الحكم على الكلي سواء بالسلب أو بالإيجاب إلى الحكم على الجزء الداخل معه. مثال موجود أمامنا في مصطلحات القياس، موجود أنا قدامي كل تفاح فاكهة، وكل فاكهة حلوة المذاق تعطيني نتيجة كل تفاح حلو المذاق. هذا يسمى الشكل، هذا يسمى بالقياس أو الاستدلال الغير المباشر. من مصطلحات القياس الغير المباشر إن يتكون أول شيء من حدود، من ثلاثة حدود. هي الحد الأصغر، نرمز لنا نحن بالرمز صاد، وهو دائما موضوع النتيجة. والحد الأكبر واو، يظهر في المقدمة. الحد الأوسط اللي هو واو، يظهر في المقدمة الصغرى والكبرى ولا يظهر في النتيجة. والحد الأكبر كاف هو الذي يكون دائما محمولا في النتيجة. نشرح على المثال. عندي القضية الأولى كل تفاح فاكهة. هنا كلمة تفاح هي الحد الأصغر اللي رمزنا لها فوق حرف صاد، يسمى الحد الأصغر. وفاكهة هي الحد الأوسط أو الرابطة، ويرمز لها بالرمز واو، وقلنا عليها لا تظهر في النتيجة. القضية الثانية والمقدمة الثانية كل فاكهة حلوة المذاق. فاكهة هنا هي الحد الأوسط أو الرابطة اللي ربطت لي بين الحد الأكبر والحد الأصغر، وحلوة المذاق هي الحد الأكبر واللي رمزنا لها برمز كاف. في شرح السابق قلت الحد الأوسط يظهر في الصغرى والكبرى ولا يظهر في النتيجة، فكانت هذه النتيجة حذف الحد الأوسط واو اللي هي كلمة فاكهة، وهي الرابطة اللي تربط بين المقدمة الصغرى والكبرى. أصبحت النتيجة كل تفاح حلو المذاق. إذا في تكوين القياس إن الحد الأوسط أو الرابطة لا تظهر في النتيجة. هنا نرمز له بالرموز صاد واو، حد أصغر، واسطة محمول، هنا الواسطة جت في المقدمة الصغرى،
واجهتني في المقدمة الكبرى موضوع واو كاف، تطلع نتيجة صاد كاف. هنا أشرنا من مصطلحات القياس أنه يتكون لنا من ثلاثة حدود. كذلك القياس يتكون من ثلاثة قضايا، وهي المقدمة الصغرى يظهر فيها الحد الأصغر موضوع، وهو موضوع النتيجة كما في المثال السابق تحدثنا عليه، إن كل تفاح فاكهة. هنشوفه في المثال السابق، كل تفاح فاكهة، هذه تسمى بالمقدمة الصغرى، تسمى بالمقدمة الصغرى، والحد الأصغر يظهر فيها موضوع ويرمز لها طبعا بالرمز صاد. المقدمة الكبرى وهي التي يظهر فيها الحد الأكبر وهو محمول النتيجة كما في المثال السابق، كل فاكهة حلوة المذاق، يرمز لها بالرمز كاف الذي هو الحد الأكبر. سوف نرجع للمثال، قلنا كل فاكهة حلوة المذاق هذه تسمى اللي هي المقدمة الكبرى التي يظهر فيها الحد الأكبر محمول، والموضوع هو الواسطة. المقدمة الثالثة نطلق عليها النتيجة، وهو التي يظهر فيها الحدان الأصغر موضوع والأكبر محمول كما في المثال السابق، كل تفاح حلو المذاق، أو نتيجة كل تفاح حلو المذاق. هنا شفنا اللي في المربع فاكهة اللي أشرنا إليها سابقا، قلنا الحد الأوسط وهو واو اللي هو الرابطة التي تربط بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى ولا يظهر في النتيجة، وهذا ضروري من ضروريات تكوين القياس، إن الحد الأوسط لا يظهر في النتيجة. عندنا هنا من ضمن أساسيات القياس، القياس له أساسيات يتمثل في ثلاث نقاط. أول نقطة، ما حكمنا به على الكل سواء كان سلب أو إيجاب، يعني سواء كانت قضيتي موجبة أو سالبة، نحكم به على الجزئيات أو الجزء التي يشملها الكل. أنا ما حكمنا به على الكل سواء كان سلبي أو إيجابي، نحكم به على الجزء، يعني حتى كانت مقدمتي جزئية، إذا كانت سالبة نحكم بالسالب، إذا كانت موجبة نحكم بالموجب. هنا يقول لي في أساس القياس لزوم نتيجة القياس ترجع إلى قانون الهوية اللي هو رمزة ذكرناه في الكتاب، ألف هي ألف، وحنشرحوها في قاعدة تركيب القياس كيف تكون النتيجة ترجع إلى قانون الهوية. النقطة الثالثة في أساسيات القياس، قال التسليم بصدق المودق المقدمتين، يلزم لنا التصديق بصدق النتيجة، إذا كانت المقدمات صادقة كانت النتيجة المترتبة عليها صادقة، إذا صدقت المقدمات صدقت النتيجة. عندي هنا هذا بالنسبة لأول شيء، الفكرة الأولى عن القياس، إن القياس هو نوع من أنواع السداد الغير المباشر، هناك واسطة تربط بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، يتكون من ثلاثة حدود، الحد الأصغر والحد الأكبر وواسطة، ثم يتكون من ثلاث مقدمات، المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والكبرى والنتيجة، وقلنا الحد الأوسط لا يظهر في النتيجة. من ضمن قواعد القياس، عندي قواعد القياس العامة، لا نستطيع أن نكون قياس إلا بقواعد. أول قاعدة، عندي قاعدتا التركيب، هناك قاعدتان للتركيب. أول شيء يتركب القياس من ثلاثة قضايا اللي تحدثنا عليهم، با يتركب القياس من ثلاثة حدود. هنا عندي مثال يوضح ذلك، وكما شرحت سابقا بعض الثعابين سامة، كل سام خطر على الحياة
هطلع نتيجة بعض الثعابين خطر على الحياة. المثال هذا حنشرح به القاعدتات التركيب. قال لي تتكون من ثلاثة قضايا. بعض الثعابين سام تسمى المقدمة الصغرى. بعض أبنائي الطلبة ركزوا معايا. بعض الثعابين سام هذه نطبق عليها المقدمة الصغرى. ب وعندي هنا كل سام خطر على الحياة يطلق عليها المقدمة الكبرى. شفنا المقدمة الصغرى بعض الثعابين سام، مقدمة الكبرى كل سام خطر على الحياة. القضية الثالثة اللي هي النتيجة بعض الثعابين خطر على الحياة. هنا وضحنا إن القياس تكون من ثلاثة قضايا، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، نتيجة. عندي أنا هنا ملاحظة في قاعدة التركيب وهي مهمة جدا. يقول للحد الأوسط يشترط أن يكون بنفس المعنى في كلتا المقدمتين، وإلا أصبح قياس يتكون من أربعة حدود. وهنا نقع في أغلوطة تسمى بأغلوطة الحد الرابع. يجب أن يتبع الحد الأوسط قانون الهوية. أنا سابقا في أساس القياس قلت لزوم النتيجة تكون تابعة إلى قانون الهوية. فهنا عندي الحد الأوسط اللي هو سام اللي رمزنا له بالرمز واو يجب أن يأتي بنفس المعنى في كلتا المقدمتين باش يكون يتكون من ثلاثة حدود ولا يقعني في أغلوطة الحد الرابع. لو أننا نعطي مثال على أن القياس يتكون من أربعة حدود، عندما نقول بأن القياس مثلا كل جبن خوف وكل جبن يؤكل، يطلع لي كل خوف يؤكل. هذا قياس خاطئ وأخطأ بالمعنى في الحد الأوسط التي يأتي بنفس المعنى في كلتا المقدمتين. فهنا في الأولى جتني كل خوف جبن بمعنى جبان أي خوف، والثانية جتني جبن هو جبن الشيء اليؤكل. هنا أصبحت يتكون من أربعة حدود. الحد الأول اللي هو خوف الحد الأصغر، واو جبن هنا جبن بمعنى جبان، والثانية في المقدمة الكبرى جبن هنا جتني بمعنى شيء يؤكل معناها هذا حد ثالث، وكلمة يؤكل حد رابع. هنا خطأ فطلع لي كل خوف يؤكل، فهنا أوقعني في أغلوطة الحد الرابع لأن الحد الأوسط جاء بمعنيين مختلفين. الأول جاء بمعنى خوف والثاني جاء بمعنى شيء يؤكل. هنا أوقعني في أغلوطة الحد الرابع. فيلزم إن القياس في تكوينه أن يلتزم بقانون الهوية، أي إن الحد الأوسط يأتي بنفس المعنى في كلتا المقدمتين.